لا طالما كنت انت يلي كان بغيك، لكن همالك خلاني نلغيك. باللي كنت نشوف ضحكة في عينيك، وخا الفراق غنبقى كان بغيك. لا طالما كنت انت يلي كان بغيك، لكن همالك خلاني نلغيك. باللي كنت نشوف ضحكة في عينيك، وخا الفراق غنبقى كان بغيك. وخا الفراق غنبقى كان بغيك. شكرا. العمل ديالي هو من كلمات والحان الفنان زهير بهاوي، توزيع بلال افريكانو، اخراج عمر العمراني، وانتاج شركه اخ توجور اللي هي باسم امين احرميم. نجاح العمل صراحه فرحني كامل، يعني فرحني كامل. اوكي. صراحة نجاح العمل فرحني بزاف، وفرحت فريق العمل ديالي كامل، لأنه خدمنا ضربنا ثمرة في التغناج ديال الكليب صراحة. فالحمد لله، مناش كيكون نجاح فكل شيء كيتنسى. صراحه ما عشت هادشي هذا، لانه لونطوغاج ديالي صغير، ما كبيرش بزاف. ف وكنحاول يعني ما يعني الناس ديالي يبقاو، مثلا ليكيب ديالي كتبقى هي ليكيب ديالي، ما كنحاولش نبدل فيها. الا تبدل كيتبدلوا جوج ديال الناس او ثلاثه على حسب العمل. وصافي. فبالعكس انا ما عشت هادشي هذا، لكن كاين الناس اللي عاشوه بزاف في حياتهم. علاقتي مع زهير بهاوي علاقة صداقة قوية، فالناس عارفين هادشي هذا. والصداقة وديك المحبة يعني كتبان من خلال الأعمال اللي كنقدمو. وبالنسبة أنه واش يكون بيناتنا ديو ولا لا، ممكن بيان سور. وانا وشرف لي انني نغني معاه، سيرتو ان فاش غنيت انا وياه ديو ديال خبز والماء لقى استحسان ديال الناس بزاف. ماشي ضد صراحة، ما عنديش مشكل، هو العمل يكون زوين. فأي حاجة فيها فن، فيها واحد الأغنية زوينة اللي كتقول أن هذه الأغنية الناس غتحبها، فأنا فيها معها يعني. سينا الرابر اللي ممكن هذا صراحة والله ما طيحة في بالي شي سمية، لكن ما شاء الله تبارك الله الدراري دابا طالعين بواحد الطريقة زوينة. كاين توتو، كاين الحر، كاين بزاف ديال الدراري اللي ما شاء الله عليهم، برافو. لا وتقولي ما تخليش على الفن. الفن كيبقى واحد الحاجه اللي يعني كيف ما هو غادي يكون عنده واحد العمل ديالو اللي كيقوم به وكيحبه، او لو واحد الهوايه كيقوم بها، فانا دي واحد الحاجه يعني شغف ديالي. فما يمكنش يجي واحد جوست على قبل الفلوس او على قبل السلطه ولا شنو ما كانت، انه يجي باش يحرمني من هذا الحلم هذا. فيا يكمل معايا فيه حتى نوصل داكشي اللي كنتمناه، يا الله يعاونو. اللي قلت سابقا هي اللقاء ديالي مع الجمهور على خشبة المسرح، فدي واحد الحاجة اللي احنا محرومين منها مدة طويلة بزاف. كنتمنى ان شاء الله عما قريب نلقاو الجمهور ديالنا. الجمهور ديالي كنقول لكم شكرا على المسانده ديالكم ليا. نتوما عارفين انا كنحماق عليكم، ونتمنى ان شاء الله نكون ديما عند حسن الظن ديالكم. شكرا.